أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله الله أكبر ولله
لله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده ووعز جنزه وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين
ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali alhamdulillah saya selaku mewakili para imam Bilal dan kuasa memohon kemaafan di hari lebaran yang mulia ini. Maaf zahir batin. Dan sebelum kita memulakan solat Idul Adha, saya rasa lebih baik saya menerangkan sedikit kafiat solat ya, supaya kita melakukan ibadat ini penuh dengan keberkatan ya, betul dan sebagainya lah. Maklumlah setahun sekali ya. Lafaz dia usalli sunnatal idil adha rak'ataini ma'muman lillahi taala. Usalli sunnatal idil adha rak'ataini ma'muman lillahi taala. Lafaz tak baca pun tak apa, dalam hati aku sembahyang sunat Idul Adha dua rakaat mengikut imam kerana tak ada, ataupun sembahyang sunat hari raya korban dua rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Selepas daripada doa iftitah, kita akan membaca ya tasbih, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilallahu akbar sebanyak 7 kali rakaat pertama ya, ikut imam tak apalah, ikut imam ya. Manakala rakaat yang kedua selepas daripada bangkit pada sujud yang kedua, kita disunatkan membaca lafaz yang sama subhanallah sebanyak 5 kali ya, sebanyak 5 kali. Kalau nak tambah lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula, tak apa. Kalau imam bidah kita tak cukup, kita cukupkan ya. Biar sempurna. Mudah-mudahan solat kita diterima ya dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mulakan sekarang. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Penuhkan saf, rapat-rapat saf dan betulkan saf. Hamna rahimakumullah. Hamzan tisyayatin ya. صلي سنة العيد الأضحى ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المسلمين إن شاء الله. الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول. الله أكبر. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله
الله أكبر. الله أكبر. التحيات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر فتنة المحيا والممات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, saudara-saudari sidang Jumaat yang dimuliakan. Sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh imam dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan. Kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي بعث رسوله بالحنيفية السمعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير خلق له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى قيام الساعة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكبروه تكبيرا sidang jemaah yang dimuliakan Allah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan jauhilah dari segala apa yang dicegahnya. Dari mimbar yang mulia ini, marilah kita menghayati khutbah bertajuk Hakikat Hamba dalam Ibadat Kurban. Kita berkumpul pada hari kebesaran Aidil Adha ini semata-mata bagi menyatakan kesyukuran kehadrat Ilahi yang menjadikan kita dalam golongan orang Muslim yang menyerah diri kepada Allah Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, korban merupakan satu bentuk ibadat yang amat besar pengertian kepada seorang hamba. Ia merupakan tanda benarnya iman dan penyerahan diri kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. Ibadat korban memerlukan seseorang menzahirkan sifat kehambaannya yang penuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum, pensyariatan ibadat korban berkait rapat dengan peristiwa ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bayangkan betapa cekalnya hati Nabi Ibrahim ketika menerima wahyu untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam tanpa sedikit pun teragak-agak dalam melaksanakan perintah Allah. Peristiwa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 103 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin 'azim. Bermaksud setelah keduanya berserah bulat-bulat, yakni menjunjung perintah Allah itu, dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpuk tanah, kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata, dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah sekalian, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak berharap kepada sembelihan itu sedikit pun, namun dia ingin menguji dan menjadikan seseorang itu hamba Allah yang benar-benar yakin kepadanya. Setiap kesenangan atau musibah yang menimpa hendaklah diterima dengan hati yang tunduk kepada ketentuan Allah yang penuh hikmah. Inilah ciri orang mukmin yang dijanjikan Allah mendapat kebaikan sama ada ketika kesenangan ataupun musibah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mukmin, in asabathu sarra'u syaqar fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fa kana khairan lah. Maksudnya, sangat hebat sifat orang beriman, semua keadaan adalah baik baginya, dan ini tidak didapati pada selain orang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar dan sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersempena dengan Aidil Adha ini, khatib juga ingin memperingatkan beberapa perkara yang berkaitan adab dan sunat pada hari kebesaran ini. Antaranya, pertama, pastikan ibadat korban dilakukan dengan sempurna syaratnya agar ia menjadi sah sebagai korban. Antaranya ialah menyedekahkan sebahagian daripada daging korban kepada fakir miskin. Begitu juga setiap bahagian korban hendaklah diniatkan di atas satu penama sahaja, tidak boleh bergabung niat pada satu bahagian. Kedua, tidak boleh menjadikan bahagian korban sebagai upah kepada penyembelih, bahkan hendaklah diberikan upah yang berasingan. Ketiga, korban yang dinazarkan tidak boleh dimakan sedikit pun oleh orang yang bernazar dan ahli keluarganya yang di bawah tanggungannya. Keempat, sunat untuk bertakbir selepas setiap solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, bermula daripada subuh hari 9 Zulhijjah sehingga asar hari 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, mengakhiri khutbah, marilah kita sama-sama mengambil peluang untuk menghidupkan syiar berkorban pada hari yang mulia ini, bertakbir ketika menyembelih haiwan kurban, dan sama-sama bergotong royong menghidupkan semangat persaudaraan Islam. Jadikan hari yang mulia ini sebagai asbab kepada kesatuan umat yang dapat menjamin kesejahteraan dan kedaulatan agama Islam di bumi yang bertuah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا ينال daging dan darah binatang kurban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya
ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira, yakni dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya. Surah Al-Hajj ayat 37. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات yang dimuliakan, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشفر مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بلا سلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المكتفي بالله الشه وانزل رحمة عليه وعلى سلطانه نور زهيره سلطانه ترنغانو واحفظ اولاده واهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ وليه تنكو محمد اسماعيل ابن الواثق بلا سلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perbaikilah hubungan di antara kami dengan penuh kasih sayang. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan dan keafiatan. Kurniakanlah kepada kami nikmat keamanan, keselamatan dan kesejahteraan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada sebarang bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Ya Allah, limpahkanlah dalam kehidupan keluarga kami ketenangan dan kebahagiaan. Semaikanlah semangat muafakat dalam kejiranan dan qaryah kami. Suburkanlah para belia dan remaja kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, hormat menghormati dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan.
jauhkanlah mereka daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan marwah diri, keluarga dan negara. Ya Allah, kami pohon kehadirat-Mu agar mantapkanlah pegangan kami menurut ajaran ahli sunnah wal jamaah, dan peliharakanlah kami daripada amalan dan akidah yang menyeleweng dan sesat. Bukakanlah hati kami untuk istiqamah melaksanakan perintah-Mu dengan terbaik, terutamanya mendirikan solat fardu 5 waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Buktikanlah hidup golongan dan melaksanakan zakat, dan menyayangi fakir miskin serta mereka yang menginfakkan harta untuk pembangunan umat Islam Terengganu dengan ganjaran pahala yang berganda. Demikian juga ya Allah, tambah dan luaskanlah rezeki orang yang mewafat, orang yang mewakafkan hartanya. Terimalah wakaf mereka dengan ganjaran pahala yang berkekalan hingga ke hari akhirat. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah mengurniakan kepada kami rahmat dan nikmat sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam, khususnya di negeri Terengganu Darul Iman, sebagai sebuah negeri yang aman, damai, maju, lagi diberkati. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala penjuru. Jauhkanlah negeri kami, dari kami ini dan negara umat Islam seluruhnya daripada segala malapetaka, musibah dan apa jua kemurkaan-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, udhkurullaha al-azim yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.